في غضون ذلك، جدد عدد من مواطني محافظة الأنبار مطالبهم من الحكومة المركزية ورئيس وزرائها مصطفى الكاظمي بمعرفة مصير أبناء المحافظة المغيبين، فيما اعتبروا الإفراج عنهم تحديا للحكومة الجديدة. طبعا تفاعلنا خير بمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الجديد لما أمر بتشكيل لجان جديدة حتى يكشفون عن مصير أبنائنا المغيبين بكل المحافظات العراقية. اللجنة الأولى اللي اختصت بمغيبين المظاهرات العراقية أثناء ثورة تشرين بمحافظة بغداد وأبنائنا المغيبين بمحافظة الأنبار ولا بجوف الصخر، فإحنا نعتبره تحدي للحكومة العراقية بكل مفاصلها أنه يكشفون عن مصير أبنائنا المغيبين بكل المحافظات العراقية ويفرحونهم ويفرحون أبنائهم. أقلها تعتبر فرحة عيد، يمكن العوائل المفجوعة ما حد يحس بمعاناتهم إلا يشوفهم، فإحنا نعتبره تحدي لكل الحكومة العراقية بكل مفاصلها يزورون هاي العوائل ويكشفون عن مصير أبنائهم. نحن شباب محافظة الأنبار، 5 سنوات وإحنا نطالب بملف مهم جدا، هو ملف المختطفين اللي موجودين بجرف الصخر من أبناء محافظة الأنبار، تم اختطافهم من قبل جهات معروفة لدى الحكومة، السادة رؤساء الوزراء اللي سبقوا إلى الآن ما سووا شيء. نحن شباب محافظة الأنبار نتحدى السيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن يذهب بنفسه إلى جرف الصخر ويأتي بأولادنا من محافظة الأنبار ويعيدهم إلى أهلهم وذويهم.